أهلا بالمقدم الكلبي. تفضل. كيف حالك يا حسن؟ يا مقدمنا الهمام، جئت لكم بهدية. قوت النفوس من أفضل وأحسن الجواري في أرض الخلافة. عسى أن تساعد في البيت وتعين زوجتكم في قادم أيام حملها. هذه قوت النفوس هدية من الكلب. دعيها تساعدك فيما تبقى من حملك. ومنذ متى هذه المحبة والسخاء من قبل الكلب؟ لست مرتاحة لهذه الهدية ولا لمن قدمها اذهبي يا قوت النفوس حضري لنا بعضا من الشراب كل الإشارات التاريخية بتؤكد أن سيرة علي زيبا ظهرت في أواخر العصر المملوكي وبداية العصر, العصر العثماني دائما الأبطال يولدون في أوقات الضعف والظلم الاجتماعي وتفسخ المجتمعات وانهيارها، لأن الجماعه الشعبيه تنتخب في لحظه ما قصه ما لتجعلها مخزنا لسردها ها هو السم الذي اعطاه لي سيدي الكلبي لادسه لحسن راس الغول للتخلص منه يا سعدي سأنفذ مهمتي مبكرا الدافع الاساسي هو الثار حسن راس الغول ابو علي خد المقدميه من صلاح صلاح الكلب نفسه أراد أن يثأر لنفسه ولسمعته ولكرامته من حسن رأس الغول ودس عليه الجارية اللي حطت له السم في الأكل وعلي أراد أن يثأر لنفسه من صلاح الكلب وفاطمة الفيومية أم علي الزيبة ربته لهذا اليوم فالثأر محوري يا أمي سبق وأخبرتك أنني لا أريد الذهاب إلى الكتاب فنحن لا نتعلم شيئا كما أن الشيخ دائم الاستغلال لي وكانني خادم لسيادته ويرسلني دائما ابتاع له الحاجات واوصلها له الى المنزل حتى تدمى قدماي كلام الله ورسوله ينير العقول والقلوب ام تريد ان تنشا جاهلا لن تجد لك مكانا ساعتها الا بين العيار واللصوص والشطار يا ليت طوال الوقت فاطمه تدفعه دفعا الى ان يتعلم في الكتاب ثم في الأظهر الشريف تتحمل في ذلك تبعات مالية كبيرة وأعباء كثيرة لكن علي أبدا 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 لم يقتنع هلما يا علي ها هي ثلاثة دنانير اذهب إلى السوق واشتري بدينار خوخا وبدينار خيا وبدينار أخ عرفنا الخوخ ولكن ما الخيا والأخ يا شيخ الندامة اذهب وابحث وسوف تجد ما أطلبه منك الملمح الابرز في سيرة علي الزِّيَبَة هو الحيلة. وبيسميها بيسميها, بيسميها السيرة الدبارة. اي الشخص الذي يتدبر امره. يستطيع ان يدبر المكان. خيا واخ. لقد فاقت سخافات هذا الفقه قدرتي على التحمل. والله لأعلمنه درسا لن ينساه. وسأجهز له ملعوبا يحسن تهذيبه طفل متمرد طفل شقي طفل شايف ان اللي بيعلمه انا بفهم احسن منك بتعلم الناس علشان ده بيجيب لك فلوس زياده يعني بيرشيك زياده كل اللي يجيب له زياده يقدم الطالب قدام في الصف الاولاني واللي ما يجيبش كان يخليه ورا وكان كمان بيعمل حاجه رهيبه جدا كان يعلم اكتر اللي يجيب له اكتر فهو كطفل طبعا اتبرط على الوضع دوت ها هو الخوخ وها هو الياسمين الخيا ولكن اين الاخ ادخل يدك مره اخرى داخل الحقيبه وستجد الاخ واي اخ اخ ستتذكرها دائما اخ اخ اي قراصني عقرب النجده اخ اخ كي يكون بطلا شعبيا بهذا المفهوم او روبن هود العرب كما نحن نحب ان نقول او اللص الشريف كما تشير كل الكتب التي تحدثت عنه انه ابن بلد يشعر وي... ويحس بانين المتعبين في هذا الوطن لا اريد ان اسمع نفسك ايها الحمامي ستخلع ملابسك وستغادر هذا الحمام الى بيتك ولن تعود سوى في الصباح مم؟ آه، ولكن ولكن سيدي الكلبي سياتي إلى الحمام هو ورجاله كالعادة. نعم المطلوب. هيا نفذ ما قلته لك. اضطر إن هو يبقى شجاع بطريقته. واضطر كمان إن هو يختفي يعني قناعته الشخصية إن هو يختفي حوالين أقنعة لأن كل الأشرار اللي بيتعامل معاهم ورا أقنعة. كبير جماعة الذعر مثلا بيلبسوا حاجات معينة مختفيين عشان يخوفوا الناس بيها. القاضي او الشيخ او 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 تحت مخ... تحت قناع المبادئ والقيم ولكن ليس هذه حقيقه. فكانت فكره القناع لعلي الزبق مهمه جدا انا مش هتشوف وش الحقيقي. الفاكهة يا مقدمنا الهمام و... وخير الأنام ها هم عرايا وها أنا قد فرشت الأرض لهم شظايا الزجاج والمادة الزلقة حتى إذا خرجوا تعثروا ووقعوا على الزجاج المكسور فيكون حماما لن ينسى لهم في الوقت اللي بدأت فيه الحيل والألعاب فردية غير مباشرة مع صلاح الكلبي نجد في الحيلة الجديدة حيلة الحمام تطور من نوع آخر لأن المواجهة هنا مع صلاح الكلبي نفسه وليست مع أتباعه يا أنت هل تريد هذه الملابس وبعضا من النقود؟ بالطبع ولكن انتظر مقابل ماذا؟ أبدا ستذهب عند باب هذا الحمام وتصيح بأعلى صوتك يا كلبي غلامك علي الزيبق يلقي عليك السلام يا كلبي يا كلبي من ينادي؟ وماذا تريد؟ غلامك علي الزيبق يلقي عليك السلام هو كان عايز ما خلصنا من صور الكلب لأ أنا عايز أهزقه يعني بين قوسين أنا عايز أخلي الشعب كله ده اللي انتوا خايفين منه أدي الكل بيضحك عليه الآن اتخلص من الجنود الذين يحمون القلعه لاستطيع سرقه خزائن العزيز ويريني وقتها الكلبي ماذا سيفعل امام عزيز مصر وهو عاجز لا يستطيع حمايته او حمايه امواله المفروض انها سيره المدينه سيره الدوله سيره الحكم لكنها سيره انقضاء الاوطان السيرة تتحدث عن الصراع الداخلي داخل الدولة حينما يكون منذرا بنهايتها انتظروا هنا وأمنوا القلعة والخزائن بداخلها ونحن سنخرج بحثا عن الزيبق وإذا وجدناه سأرسل لكم لتنضموا إلينا في البحث عن هذا الشقي يا مواجهات يا مولاي. علي الزيبا. أو بالأحرى مواجهة. الخيال الشعبي دائما مع السلطة الحاكمة. طوال الوقت نجد ظلما كبيرا من الحكام إلى المحكومين أما زلتم هنا؟ إن مقدمنا وجد علي الزيبأ في السوق وبينهما مطاردة حامية ويسأل أين أنتم؟ أسرعوا قبل أن يفر علي منه ويلقي عليكم اللوم. هيا! <applause> أغبياء تحت إمرة غبي ها هو سلم التسليك ستكون خزائن عزيز مصر من نصيبي الدافع وراء تفكير علي الزبا إلى هذه المرحلة المهمة التي يناوئ فيها رأس السلطة أنه أعلن عن نفسه لعزيز مصر وفي نفس الوقت أكد بأن الأمن غير مستتب, مستتب. وأن صلاح الكلب غير مؤهل لأن يكون مدير للشرطة هل وجدت صناديق المال التي سرقها من كذبة؟ لا ليس بعد يا مولاي فهو يا مولاي كالزئبق كلما أمسكته تسرب من بين يدي إذا أتيت محملا بالخيبة والفشل مرة أخرى يا حراس مروا المنادي أن يطوف الأسواق مناديا بعلي الزيبق مقدما للدرك بدلا من الكلبي لما السيرة بظهور دليل المحتالة التي لم تعلن عن نفسها إلا في فترة متأخرة من السيرة في بغداد وتحديدا أن هارون الرشيد أصبح لا يأخذ إلا بمشورتها لأنها كانت مرسلة من ملك الفرس كانت جاسوسة وعندما سمعت بما حدث لمقدمية الدرك في مصر ذهبت متنكرة هي وابنتها لكي تكشف هذا البطل الذي ظهر مناوئا لصلاح الكلب اسمع من التاجر الحكاية ثم احكم بنفسك يا مولاي وقرر مصير الزيبق احكي أيها التاجر للخليفة أنا علي الزيبق يا مولاي وقد قمت بهذا الملعوب لاثبت لكم يا مولاي ان دليلة اصابها العجز والوهن. من عجائب علي الزيبق في السيره الشعبيه بتاعته ان هو حب بنت عدوته اللي هي دليلة المحتاله. دليلة اكتشفت ان بنتها بتحب علي الزيبق فازاي تستغل ده؟ تتهمه بغياب زينب وبان علي قد قتلها وانها تبحث عن, عن عنها في كل مكان ولم تجدها تصاعد الامر الى الخليفه هارون الرشيد الذي يقرر ان يعدم علي الزيبق شنقا اذا بفارس قادم من بعيد يقطع الأربطة التي كانت معدة لهذه المشنقة لعلي الزيبة ويأخذه على فرسه ويهرب وما الذي يثبت زعمك زينب في الخارج تنتظر سماحكم لها بالمثول بين يديكم. اسمحوا لها بالدخول. أدخلوا زينب بنت دليلة. لم تموتي إذا يا عروسة. لا يا مولاي، طال عمركم، فأمي أخفتني وقتلت جارية تشبهني لتوقع بعلي، والله شهيد أنه لم يؤذني قط. الحمد لله. كنا سنخسر مقدم درك الخلافة نتيجة مكيدة. نعم من اليوم وأنت يا علي مقدم درك الخلافة كلها بكامل أمصارها سيرة علي الزيبق مختلفة عن كل السير لأنه هو نفسه قرر أن يتوقف عن كونه بطلا فطلب من الخليفة هارون رشيد أن الجزء الباقي من عمره أن يعود فيه إلى مصر الحبيبة بعد أن تأكد تماماً ان الامن الان اصبح منتشرا في ربوع كل الخلافه وان العدل كما تمناه